عم نسمع ونقرأ مؤخراً عن نهاية تعميم 151، فما الصحيح وراء هذا القرار؟ وشو ناطر اللبنانيين والاقتصاد وخاصة المودعين في حال ألغي هذا التعميم 151؟ بحب ذكر بألم وأسف أنه وقت ابتدأ تعميم 151 بسنة 2020 كان من جهة لتأمين بعض السيولة للمودعين بالليغة اللبناني، صرف قسم من مدخراتهم لكن على سعر صرف أبعد بكثير من سعر الصرف سوق السوداء. يعني اليوم تعميم 151 بظرف هالآخر 3 سنوات أمن بعض السيولة لبعض المودعين، لكن نفس الوقت كان ما يسمى الهيركات المبطن، يعني من جهة تانية كان اليوم عم بيعمم الخسارة اللي بلشت 50% ومن ثم 60 و70 وانتهت إلى خسارة 85 أو 90% من أموال المودعين. حب ذكر فقط للتاريخ أنه ابتدأ تعميم 151 كان يعطي سعر صرف 3900 ليرة مع خسارة تقريبا 50% ومن ثم 5000 8000 لوصل لل 15000 في شباط 2023، وقتها كان سعر صرف سوق السوداء أو سعر صرف صيرفة فوق ال 100000، يعني بخسارة تقريبا 85% لما أقول أكثر، لأنه اللي كان بده ينيل النقود الورقية كان يخسر كمان 10 أو 20%. بحب ذكر أنه رسميا كان عنا بلبنان سعرين صرف رسميين، كان عنا سعر صرف تعميمي 151 اللي كان الهيركات المبطن، وكان عنا سعر صرف الرسمي اللي كان سعر صيرفة للمدفوعات للضرائب وغيرها. يعني كان عنا سعرين رسميين غير أكيد سعر صرف سوق السوداء وسعر صرف الصرف الشاك بالليرة والدولار وغيره. فاليوم بمشروع موازنة 2024 محكمين يروحوا إلى توحيد سعر الصرف اللي هو ما طلبنا من أول ابتداء الأزمة إلى سعر رسمي واحد موحد، وشفنا بجلسة الحكومة من بضع أشهر وتتفقوا إلى توحيد سعر الصرف والتحاق بمنصة بلومبرغ هل عتكون منصة اللي هي عتحدد سعر الصرف وهي منصة دولية. لكن شو بده يصير بالوديع بالدولار؟ اليوم عم نقرأ بهالمشروع الموازنة أنه بنهاية المودعين رح يطلعوا نفس قيمة الدولارات بالليرة اللبنانية على سعر صرف بلومبرغ أو سعر صرفة اللي هو تقريباً بال89000. من جهة ممكن ننبسط لأنه خبرية منيحة أنه بنية الدولارات رح ينصرفوا على سعر صرف شبه السوق السوداء ويكون في احتفاظ للأموال، ليكون هون في فخ جديد ننتبه له جداً أنه اليوم إذا انتهى تعميم 151 يعني بنفس الوقت رح ينتهوا ما تبقى من الوديع بالدولار اللبناني ما سمي باللولار. هذا يعني أنه حتى لو ما انحكت مباشرة أنه كل ما تبقى من الوديع بالدولار القديم رح يتحولوا مباشرة إلى الليرة اللبنانية حسب سعر صيرفة 89 أو 90 أو بركي منصة بلومبرغ بضربة واحدة. هذه النقطة الأولى هلأ بننتبهها أنه ما رح يكون في بقى وديع بالدولار القديم موجودة، فقط هتتحول بالليرة اللبنانية حسب سعر صرف حتى لو قريب من سعر صرف سوق السوداء. النقطة الثانية ما في شك أنه رح يكونوا محكمين يحطوا قيود بالسحب، يعني اليوم حسب تعميم 151 عم ينسحب تقريبا أو ينصرف 1600 دولار حسب سعر الصرف 15000 عم بيوازوا 24 مليون ليرة، يعني هل أكيد أنه ما رح يكون في أو يسمحوا بسحب بأكثر من 24 مليون، لكن الفرق أنه رح يوازوا حسب سعر صرف 300 دولار بدل ما يكونوا 1600 دولار، فأكيد رح يكون في قيود بالسحب لما يكون في ضخ كبير بالسيولة وتنزيد كتلة النقدية بالليرة اللبنانية بين الإيدين. النقطة الثالثة أنه بركي على المدى القصير جدا ممكن المودعين يحسوا أنه أموالهم احتفظوا لكن تحولوا على الليرة اللبنانية، لكن الليرة اللبنانية إذا ما فينا نستحصل عليها ونصرفها ونقدر نشتري دولارات ونصرفها سوق ما لها أي قيمة. إذا الوديع رح ينصرفوا من الدولار القديم إلى سعر الصرف ويكونوا موجودين كوديع بالليرة اللبنانية ونكون نحن عم نتابع منصة بلومبرغ، هذا يعني أنه إذا صار في تخبطات أو سعر صرف عائم ممكن سعر صرف يصير 100 و150 و200 و300 ومرة أخرى يرجع ينخسر الوديع بطريقة غير مباشرة. بدنا ننتبه جدا بالفخوخ الكبيرة الموجودة
والمشكلة كبيرة إنه ما عاد عنا ثقة. اليوم وقتها بتنحدر الثقة بنقول إنه كل مشروع بده يكون فيه أكيد تجاذبات معينة، وبده يكون فيه محاولة متابعة لعملية أكبر عملية نهب بتاريخ العالم بعد ما شهدناه بأكبر أزمة اقتصادية اجتماعية مالية ونقدية بتاريخ العالم. هيدي اليوم الحقيقة المرة اللي عم نحكيها، والنية الحقيقية من وراء نهاية تعميمي 51 اللي هن من متطلبات الصندوق النقد الدولي اللي هو توحيد سعر الصرف. لكن ما ننتبه انه توحيد سعر الصرف من جهة، لكن تأمين الودائع وقيمة الودائع للمودعين كمان هو حق مقدس بدنا ننتبه له منه جدا. فهول اليوم الفخوخ الكبيرة والطريق الشائكة اللي هي أمامنا، بتمنى يكون في رد مباشر من كل المعنيين لنعرف شو منتظر للبنانيين للودائع وللمودعين. وشكرا.